ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10، وبكده هنعرف ازاي الحمام وعمر الحمام مع بعض بيوقع الريش ازاي. مع بعض هنعرف عمر الحمام. لو انت اشتريت حمام مش قادر تفرق بين اعماره او ازاي الحمام هيحصي او امتى هيبيض او ازاي اعرف هو عجوز ولا شباب، وانا شاري الحمام بقالي فترة ومش راضي يبيض وانا مش عارف هو كبير ولا صغير. لو الاسئلة دي كلها بتدور في دماغك او محتار فيهم او مش عارف تفرق ما بينهم، مع بعض ان شاء الله هنعرف نفرق وازاي نعرف امتى الحمام هيحصي وبيبيض بعد كام شهر من فقسانه للحصى او فكه من البيضة. هنعرف مع بعض ان شاء الله ازاي تعرف عمر الحمام وطريقة ازاي هيبيض او امتى يبشر عندك ان شاء الله، ويكون فتحة خير عليك بإذن الله. كل اللي عليك يا جماعة، طبعا هقول لكم الاول، انتوا مثلا بتشترى الحمام معتمد على نفسه كذا غليل عمر 35 عمر 40 يوم. الحمام بيكون لسه بيصاصي، وده الطبيعي، بيصاصي عشان امه تأكله. يعني هو الحمام بيصاصي عشان امه تأكله. اول ما بينفطم وبيبدأ يأكل لنفسه بيبطل مصاصية، اسمه كتم. الحمام بيبدأ يكتم، اسمه كتم. فبتمسك فرد الحمام بعد ما بيكتم، طبعا بيكون معدى مرحلة 45 يوم زي ما انتوا شايفين كده. ده شاب لسه، بصوا النني بتاع العين، وعايزكوا تدققوا قوي في النني بتاع العين، بصوا، والمنقار بتاعه، لان ده والرجل، ملمس الرجل، عايزكم تلمحوهم جامد، لان ده هتحتاجه لو انت رايح تشتري حمام من حد ما تعرفوش او نازل السوق، مش هيندحك عليك تاني. خلاص مرحلة اللي انت تاخد حمام ما تعرفش هو شغال ولا عطال ولا مقنص ولا عجوز، ده انساء. بصوا ده جوز حمام لسه ما اشتغلش يا جماعة، يعني جوز الحمام ده لسه ما اشتغلش. انا عايزك تدقق للنن، بص النن بتاعه اهو، العين بارزة لبره، بارزة لبره، ده بيبقى لسه الحمام شباب. وبتبدأ تعرف عن طريق جناح، وهعلمك دلوقتي وهنتعلم مع بعض ازاي تعرف تعد ريش الحمام، والعد بيكون من جوه ولا من بره، لان في ناس بتغلط وبتعد الريش غلط يا جماعة. كل اللي عليك بتيجي ماسك فرد الحمام كده، واول ما بتمسك فرد الحمام بتبص للنني بتاع الحمام علشان تعرف تفرق. طبعا احنا نسيب دي الطيرة يا جماعة، اللي في دي الطيرة، واللي جوه الذكر، يعني دلوقتي اللي في العين ده الذكر، اما دي الطيرة. طبعا الطيرة او النتاية بتبقى قليلة شوية في الجسم. طبعا الحلقة دي مش ازاي تفرق بين الذكر والنتاية، انا هعرفك ازاي تعرف عمر الحمام. بصي النن بتاع العين بارز لبرة كده، يبقى الحمامة لسه شابة، خيرها جاي، لسه ما اشتغلتش. ملمس الرجل، بتمسك الرجل كده وبتبص على الملمس، بصوا الملمس، بتلاقي الملمس ناعم معاك، مفهوش تجاعيد، لسه شابة بخيرها، لسه عروسة، لسه خيرها جاي ان شاء الله. بتبدأ بقى ايه، تمسك فرد الحمام اللي قدامك، طبعا الريش مقصف لان احنا في القلش، وانتوا عارفين يعني ايه قلش، يعني تغيير الريش كلي. الحمام بيبقى في الفترة دي بيبقى متوتر جدا وخايف زي ما انتوا شايفين. وبتبدأ تفرد الجناح كده وتعدد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ريشات هم في ايدي يا جماعة، دول 9 ريشات في ايدي. وبتبدأ تعد، بس العد ما بيكونش من فوق. شفت الريشة الاولانية كده؟ لا كده العد كده غلط، العد بيكون من الريشة اللي تحت، من الريشة العشرة اللي تحت. بس انا بقول لكم ده عليها ايه،
عليها اخر ريشه. اهو يا جماعه دي عليها اخر ريشه، يعني الطيره دي فاضل لها كام يوم وتشتغل وتبدا تحس او تبدا تبشر او تبدا تحس بالعنقود وتخن في الطاجن، يبقى فاضل لها 14 يوم. الريشه دي بتوع كل 14 يوم بتاع ريشه، يعني فاضل ريشه الصمه دي اسمها الصمه او العديله، دي اول ما بتقع بتبدا الريشه اللي بعدها بقى. اول ما بتقع لان مش الريشه اللي كنت، اول ما بتقع الريشه طبعا بتبدا الحمامه تحس بالعنقود وبتبدا الذكر يخننها في الطاجن ويبداوا يوشوشوا بعض. احنا شفنا الطيره وشفنا الذكر، ده هل ممكن الطيره توقع ريش اكتر من الذكر، او ممكن الذكر يبقى سريع في رمي الريش عن الطيره؟ عادي جدا على حسب هرمونات الطير اللي قدامك، يعني ممكن جوز لاحم يرمي ريشه كل 10 ايام او كل 12 يوم اسرع من الحمام الزاجل مثلا او اي حمام تاني. مع بعض يا جماعه بتبدا تنفخ في الجناح، بتفرد الجناح وبتبدا تنفخ لحد ما يبان الريشه اللي ايه فيها انبوب الدم دي يا جماعه. في ناس بتقول عليها ريشه الدم، وطبعا ده غلط، دي اسمها ريشه الرمي اللي هي بترمي. الجناح بيكون مكون من 10 ريشات في الطرف اتجاههم اتجاه الجناح لفوق، بتعد الريش من جوه من داخل الجناح، يعني بتعد 10 ريشات من جوه وبتبدا الريشه تقع. شفتوا شوف فيها دم، الريشه دي طالعه جديده يا جماعه، يعني الريشه دي طالعه جديد، يعني الذكر ده فاضل له كام يوم ويشتغل؟ تعالى ريشتين، يبقى فاضل له كام يوم ويشتغل؟ ريشتين. الريشه بتقع كل 14 يوم، عشان ابسطها لك بس، الريشه بتقع كل 14 يوم في 10، يبقى دلوقتي عليه ريشتين، يبقى كام؟ 14 و14 يبقوا 28 يوم، قول شهر، يعني فاضل له شهر. الذكر ده فاضل له شهر واشتغل، والعين مش مجعده عشان ما يبقاش عجوز، مش واحد يقول لك ده الحمام لسه ما اشتغلش وهو اصلا عطال. بتبدا تبص للنن بتاع العين وبتبدا تبص للرجلين. انا ظللت لك الريشه اهو عشان تاخد بالك منها، تلاقيها ريشه صغيره بتقع وبيطلع غيرها، يعني الريشتين اللي فاضلين دول ما هيقعوا، كل واحده بتقع في اسبوعين وبيطلع ريشه بدلها. حتى تبص تلاقي ريش الجديد، بتلاقيه ريش مساوي ومظبط اهو، اما الريش القديم بتلاقيها مقصفه. لو فردت الجناح كده بيدي كده بس بالراحه، بس اوعى تكسر جناح الفرد وانت ماسكه، تكون حذرا وانت بتمسك. بتلاقي فرد الحمام زي ما انت شايف كده قدامك، الريش اللي طالع جديد مظبط ومساوي، لان ده هيكمل معاه السنه، والريش التاني مقصف لانه كده كده ايه الحمام هتغيره او الذكر هيغيره. فبيبدا بعد 28 يوم بيبدا الذكر يوشوش الطيره وبتبدا يختاروا عش ويبدا خيرهم يجي ان شاء الله. اهم حاجه بقى زي ما قلت لك اللي انت تمسك فرد الحمام كويس كده وبالراحه. وفي حمام بيرمي اسرع من حمام، يعني الحمام اللحم هو اسرع حمام ربيته بيرمي ريش، على حسب الغذاء بتاعك اللي انت بتغذيه للحمام والكلفه بتاعتك والفيتامينات. وبتبدا تعد الحمام زي ما انت شايف كده، قد العشر ريشات اللي بيبقوا في الطرف، بس العد بيكون لحد ما يخلص الجناح ريش. مش كده نص جناح، مش تعد من واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، لما بيحس كده شويه لما يفضل دي واحد حاجه بسيطه اثنين ثلاثه وهكذا لحد ما يخلص الطيره، والطيره بتبدا توشوش الذكر زي ما انتم شايفين، وهيبدا يحضروا للعش ويلموا قش، وتلاقي الطيره دايما بتقعد في الطاجن وتخن في الطاجن، والذكر بيقول لها المكان ده اللي احنا هتحص فيه او العش ده هيكون بتاعنا وكده. يبقى احنا عرفنا الذكر والطيره عمرهم قد ايه. يا رب تكون عجبتكم الحلقه، وياريت تشتركوا في القناه. Thank you.